إلا خيرا سبحانه وتعالى. فبدأت العلوم تفسر بعض المعجزات، هذا خطأ، العلم لا يقدر أن يفسر المعجزة، المعجزة لأنها مخالفة للقوانين الكونية، لأنها خارقة للعادة، لا نفسر كيف بقي سيدنا يونس في بطن الحوت، لا يقدر أن نفسره، ولا نفسر كيف لبث أصحاب الكهف 300 سنة وازدادوا 9، لا يمكن أن نفسرها، هذه معجزة لا تفسر بالعلوم. وكذلك رمضان، أخي الكريم هذا من الجزائر الشقيقة الآن كيفسر على رمضان والتمر، نزيد معلومة، رمضان معجزة لا يفسر بالطب ولا يطبق عليه الطب ولا يسقط عليه الطب. عندك أنيمي ما تصومش، لا لا لا، رمضان معجزة لا يفسر بالطب، ويتحدى الطب. العام الفايت راكم شفتوا الحملة اللي عملت، قلت لكم كل شيء يصوم، الحامل تصوم، المرضع تصوم، الأنيمي يصوم، السكر يصوم، ارتفاع الضغط يصوم، الهيفيبرمالجيا سيمتيتروب يجي، كل شيء يصوم. الناس كلهم تتحمل مسؤولية، قلت لهم والله أنا أتحمل مسؤولية اللي غادي يموت في رمضان. رمضان يجب أن لا نضعف أمام الشرع الإلهي، رمضان معجزة وليس فيه فتوى الطبيب، لا قال للطبيب أنك عندك أنيميا ولا تصوم ولا أشياء، أشياء اللي مرسخ مرخص فيها الله معروفة، اللي ما يقدرش يصوم أنا ما يقدرش يصوم، ليس لأنه مريض، لأن الله قال وعلى الذين يطيقونه، مش على المرضى، ومع ذلك وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مساكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، للمريض هو الذي يجب أن يتطوع وليس الإنسان السليم. مع ذلك أوصاك الله أن تتطوع، أعطاك رخصة وأوصاك أن تتطوع، ثم أكد لك وأن تصوموا خير لكم، التطوع والتخيير للمريض يجب أن يتطوع، وخيره الله في أن يصوم أحسن له، أن يصوم خير له. فجاء